وبشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول. سيد أيمن، مرحبا بكم. طائرات صهيونية استهدفت 80 موقع في قطاع غزة، لكن هل من تفاصيل أكثر عن حجم الخسائر التي خلفتها هذه الغارات؟ يعني مرحبا بكم. حديث الاحتلال ليس على إطلاقه كما يتحدث عن 80 موقع. ربما صحيح بأن قوات الاحتلال استهدفت مواقع عسكرية للمقاومة الفلسطينية هنا في قطاع غزة، لكن قوات الاحتلال الصهيوني لم تتحدث عن أنها دمرت بناية سكنية كبيرة في قطاع غزة، لم تتحدث عن أنها أصابت مستشفى بأضرار كبيرة وإصابات للمرضى في داخل المستشفى، وكذلك لم تتحدث عن أنها استهدفت أراضي زراعية بجوار إحدى المدارس وأصابت العديد من الأطفال بحالات الهلع والخوف بينما كانوا في يوم دراسي وفي منتصف اليوم الدراسي في خان يونس جنوب القطاع. قوات الاحتلال كعادتها تريد أن تنشر وتروج للعالم أجمع بأن ما تستهدفه هو أهداف عسكرية للمقاومة الفلسطينية، وتبتعد كثيرا عن الحديث عن أنها تصيب في العادة وفي الغالب المدنيين العزل، وهذا ما بدا واضحا من خلال إصابة العديد من المنازل، منازل المواطنين في ظل هذا الحصار المشدد وقلة الأموال وغياب الرواتب بأضرار كبيرة بفعل صواريخ الاحتلال التي كانت هذه المرة أقوى من المرات الماضية. طيب سيد أيمن، أيضا الأنباء تحدثت عن استهداف طيران الاحتلال المستشفى الأندونيسي، لكن ما الهدف من وراء ذلك؟ لماذا يتم استهداف مستشفيات؟ يعني في كل مرة تحت ادعاءات، وهي العدو الصهيوني كما ذكرتم قبل قليل روايته بأنه استهدف 80 موقع، لكن بالفعل كان من بين الاستهدافات والأضرار الكبيرة أصابت المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، بينما كان عشرات المرضى في داخله، بل إن البعض أصيب في داخل المستشفى. قوات الاحتلال من خلال استهدافاتها الواضح بأنها تريد أن تشكل حالة من الضغط لدى الجماهير الفلسطينية المختلفة للضغط على المقاومة الفلسطينية بيعني عدم الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني. في كل مرة تحاول استهداف المدنيين في هذه المحاولات البائسة لإجبارها على الضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية للخضوع للاحتلال الصهيوني وعدم الرد على جرائمه المختلفة، وفي النهاية تكون النتائج على عكس ما يتوقع الاحتلال. تشهد المقاومة الفلسطينية احتضانا كبيرا من قبل الجمهور الفلسطيني الذي يؤيدها ويشجع أعمالها المختلفة وردها على جرائم الاحتلال، لإدراكه الشديد بأنه لولا سلاح المقاومة الموجود في غزة لكان واقع غزة كواقع الضفة الغربية المحتلة في هذه الأيام من انتهاكات واجتياحات بشكل يومي للمنازل والقرى الفلسطينية. طيب سيد أيمن، في خضم كل ذلك حركة الجهاد الإسلامي تتحدث عن تهدئة برعاية مصرية، هل هناك مؤشرات لصمودها؟ يعني حتى الوضع الراهن، يعني منذ عدة ساعات بالفعل لاحظنا في قطاع غزة هدوء مشوب بالحذر باستثناء التحليق لطيران الاحتلال الذي بالمناسبة لا يغادر أجواء القطاع منذ عدة أيام. الطائرات الاستطلاعية الحربية لا تغادر الأجواء، وكذلك طائرات من أنواع مختلفة. مثل هذه الأجواء في العادة قوات العدو الصهيوني هي التي تخترق أجواء التهدئة في كل مرة من المرات، وبخاصة ما نلحظه في أيام الجمعة. قوات الاحتلال تبدأ باستهداف لمراصد المقاومة الفلسطينية كما حدث يوم أمس الجمعة، استهداف لمراصد المقاومة الفلسطينية بعيدا عن مسيرات العودة السلمية الشعبية بدون مبرر. بدأ باستهداف هذه المرافض، وبالتالي في كل مرة الاحتلال هو الذي يتجرع على اختراق التهدئة لكن دون وجود من يحاسب هذا الاحتلال، وهو ربما ما يشجعه على تكرار جرائمه وكسره للتهدئة أكثر من مرة. طيب ولكن سيد أيمن، يعني حركة الجهاد تعلن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الهدوء إلى قطاع غزة، ولكنهم قد أطلقوا صواريخ باتجاه الأرض المحتلة، هل تعيش حركة الجهاد حالة اللاسلم ولا حرب في هذه الفترة؟ يعني الواضح بأن قوات الاحتلال تضغط بشكل واضح على قطاع غزة من خلال تشديد الحصار المفروض على القطاع منذ 11 عاما،
الجهود الأممية والجهود المصرية أخذت هكذا ينظر الشارع إليها بأنها أخذت أوقاتا طويلة دون أن يشعر المواطن الفلسطيني بتحسن على أوضاعه المعيشية ونيل حقوقه الطبيعية وأقل من الطبيعية التي ينبغي للبشر أن يحصلوا عليها. وبالتالي هذا الضغط المتولد لدى الشارع الفلسطيني هنا في قطاع غزة متوقع في أي لحظة أن تحدث ردود فعل من قبل المواطن الفلسطيني والذي ينخرط في هذه الفصائل يعني لمحاولة منه لانتزاع حقوقه الإنسانية والقانونية الدولية. من قطاع غزة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول، شكرا جزيلا لكم.